زين السلاح لمن تسوقه؟ يعني هسه انتم تطرحون بس انا اشوف بالشوارع اكو محلات تبيع لا 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 احنا للاجهزه الامنيه والوزارات حصرا للدوله استخدام وبسعر الكلفه او يعني قصدي اكو تمويل لا لا احنا تمويل ذاتي يعني ما تعتمدوا على موازنه لا لا الدولة ما تخصص لكم اموال؟ قليل خصصيتش لبعض المشاريع اللي ما بها جدوى بس مثلا المسدس يعني يشتروه هم ب 1200 من الخارج يعني اللي هو نفس المسدس؟ نفسه نفس المواصفات؟ وإذا مو أحسن يعني كل الناس كانت تستخدم مسدس طارق اي هو نفسه سميته بابل بابل بس نفس الشكل شوي أحدث وأخف يعني اكو تطور صار بالتكنولوجيا وانتم تشيلون بابل ولا تشيلون غير مسدسات يعني. حمايتك شي يشيلون سلاح هيئة التصنيع الحربي اي طبعا لا لا يعني سدان نطلع عليهم كشف نلقاهم شيء لا مو كلهم لانه احنا ما نبيع الا بموافقه القائد العام زين اي مش تغير رئيس الهيئه بعد هسه احنا طينا المستشاريات الامن القومي طينا بس ترى العمليه هاي ما صار لها شهرين ثلاثه يعني انت من تجيب معمل مال مسدسات وتحصل اجازه لايسنس وامتياز وتنقل المعمل للعراق ويبدي يشتغل بالحله وهذا وشي يعني راد له وقت مو دوسة زر زين زين سؤال شلون تتعاملوا وياكم دول العالم يعني قلت لك اكو ذكريات ويا قصة السلاح بالعراق سواء داخليا او خارجيا كلها ضدنا ضدنا يعني شنو غير خوفا من الطموحات السابقة اي بس مثلا اكو بلدان تتعامل اقتصاديا الصين مثلا ما تتعامل بمنطق انه تخاف من العراق او شيء ما تخاف اي هاكم سروح سوي مسدسات احنا نجيب لكم ايطاليا مثلا برتا شيء روح اشتغل ما عنده مشكله اي بس امريكا مثلا عندها تحالفات بالمنطقه اي الامريكان غير متعاونين بهذا الموضوع الاسباب اقتصاديه سياسيه شنو ما اعرف والله شلون ما تعرف يعني ما جربت ويا شركاتهم اي ما يتجاوبون يعني ما يطوق سبب بس ما يتجاوبون غير متجاوبين معنا